الترجي الرياضي التونسي ينتصر على اتحاد بنقردان 2-0 ويعمق الفارق بينه وبين اتحاد بنقردان بعدما كان يشتركان في المرتبة الثالثة. الترجي الرياضي التونسي يفوز اليوم مع أداء جيد خاصة في الشوط الثاني، سيطرة مطلقة للترجي في الشوط الأول والشوط الثاني. النجاعة تأتي إلا في الدقيقة 80 من أقدام أنيس البدري وكذلك أقدام فاروق الميموني في آخر المباراة بعد تمريرة حاسمة من اللاعب الليبي حمد الهوني. إذن الترجي الرياضي التونسي متابعين الكرام كما حكيت لكم ادخل الشوط الأول يعني بتشكيلة فيها صدقي دبشي في حراسة المرمى، زياد المشموم وكوليبالي وتوغاي ومحمد أمين بن حميدة في خط الدفاع. في خط الوسط نلقاو كل من محمد علي بن رمضان الزدام وكذلك زكريا العايب. أما في الهجوم فاعتمد معين الشعباني على الأردني شرارة منذ بداية المباراة واللاعب زياد بريمة وكذلك حمدو الهوني. شفنا سيطرة من الترجي الرياضي التونسي ولكن دون تجسيم الشوط الثاني، وبعد الإجراء معين الشعباني لعدة تغييرات أهمها دخول بن حمودة وكذلك أنيس البدري مكان شرارة وزياد بريمة، الترجي تحسن أكثر ولا يوصل أكثر خاصة بعد دخول اللاعب المظلوم واللي نحب نحكي عليه ونعطيه حقه فاروق الميموني. تداول عديد المدربين على الترجي الرياضي التونسي واللاعب هذا ما خذاش فرصته رغم أنه وين يدخل وين يشارك حتى لبضع دقائق يقدم الإضافة وقاعد يسجل ولا يعطي أسيست في كل مباراة يلعب فيها مع الترجي الرياضي التونسي. اللاعب هذا من حقه أنه ياخذ فرصته كما زملائه الكل. اللاعب هذا بين أنه عنده إمكانيات كبيرة، إمكانيات رهيبة تخوله اللاعب في الترجي الرياضي التونسي وينجم يكون حل من الحلول في قادم المباريات، المباريات الصعيبة والماراثون الكبير اللي ينتظر الترجي في قادم الأيام، يوم الأحد ضد الاتحاد المنستيري ويوم 7 جوان ضد الأولمبي الباجي و10 جوان ضد النجم الساحلي. الترجي في حاجة للاعبين أمثال فاروق الميموني لأنه بصراحة أظهر إمكانيات كبيرة، لاعب قدم أسيست وسجل هدف في المباراة الفارطة، زاد دخل في بضع دقائق سجل هدف. اللاعب هذا كما قلت لكم وكما حكينا على برشا لاعبين ودزينا مع برشا لاعبين، فاروق الميموني لازم يكون حل من الحلول الأولى في الترجي الرياضي التونسي في قادم المباريات. إذن متابعينا الكرام مباراة عموما متوسطة للترجي الرياضي التونسي. اتحاد بنقردان يعني اعتمد نفس التمشي اللي اعتمده الأولمبي الباجي في نهائي كأس تونس، أغلق المنافذ على الترجي الرياضي التونسي يعني ولعب دفاع متكتل وحاول يعتمد على الهجمات المرتدة ولكنه فشل اليوم باش يقلق مرمى صدقي الدبشي وانهى المباراة منهزم بهدفين لصفر. شكرا لكم متابعينا الكرام على حسن المتابعة والانتباه، إن شاء الله نتقابله في فيديو جديد.